لكل منطقة هوية خاصة وطريقة مختلفة عن غيرها في إنتاج الصناعات المحلية، ولكن هذه الصناعات والمنتجات أخذت بالتراجع لحساب الصناعات الحديثة، وهو أمر دفع المسؤولين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان لتنظيم مهرجان لعرض هذه المنتجات ودعمها. يتيح هذا المعرض للمشاركين عرض منتجاتهم المحلية وتعريف الناس بها وبفوائدها، مثل الصابون المصنوع من العسل والحليب والأعشاب، والذي يحوي على فوائد كثيرة ويستخدم في العلاج والتجميل. الصابون الطبيعي، احنا اسم المعمل مالتنا، احنا نصنع صوابين طبيعيه كلها مصنوعه من العسل، حليب مع الشوفان، زيت الزيتون، وياها مثلا نضاف عشبه ثانيه مثلا كركم، قهوه نضيف لها، وهذا الصوابين كلها للعلاج وللتجميل. احنا من هذه خلينا نقول معارض نعرض اشغالنا للناس، ومن خلال هذا المعرض يعني نعرف شغلنا بالناس. المنتجات المحليه تساهم ايضا في رفع اقتصاد البلد لما لها من جودة في التصنيع وأسعارها المناسبة، الأمر الذي يستوجب دعم مثل هذه المنتجات وتشجيعها إقليمياً وحكومياً من خلال تكثيف المهرجانات والمعارض التي تساهم في تعريف الناس أكثر على هذه المنتجات. لما يزيد منتجات المحلية وراح يزيد قوة العاملة ذاتها، وراح مثلا كاقتصاد هم راح يرتفع اقتصاد مال الشعب، وبها ايد العمال، ومناطقنا كردستان عموما هو واسعة وعندها ارز زين للمنتجات، للتحصيلات الزراعية، للتحصيلات الحيوانية، مثلا للنحل، كل هاي كل هاي لازم يدعم. هذا يراد لها دعم حكومي، دعم أقليمي، دعم دولي، ودعم ذاتي. الأراضي الخصبة والمنتوجات المتنوعة والكثير من المقومات الأخرى كفيلة بالنهوض بالصناعات المحلية في إقليم كردستان، ولكن هذا مرهون بمدى توفر الدعم الحكومي والتشجيع والتسويق لهذه المنتجات سواء في الإقليم أو حتى خارجه.